محمد مرسي رشح بالتزكية اختير بديلا لخيرة الشاطر بعد إلغاء ترشح هذا الأخير، قدم نفسه على كونه المرشح الوحيد الذي يطرح برنامجا إسلاميا. ماضيه السياسي كمعارض لنظام حسني مبارك دعم مصداقيته. شغل مقعدا في البرلمان من العام 95 حتى العام 2005، وأمضى 6 أشهر في السجن في العام 2006. التقدير والعرفان إلى كل من ساهم في إخراج هذا الحدث الكبير، حدث الانتخابات، إلى كل من كان بيده، بفعله، بقوله سبباً في بدء هذه الخطوات إلى طريق جديد، إلى مصر الجديدة، إلى الثورة والثوار. رجل خجول دون كاريزما شخصية، لكنه استطاع تعويض ذلك النقص بمخاطبة الناخبين الليبراليين والثوريين. تواجد الإخوان المسلمين في الأحياء الشعبية وفر عليه نصف الطريق، لكن اختياره من قبل الناخبين المعتدلين لم يكن دون تحفظ، فخشية هؤلاء هو تفرد الإسلاميين بالسلطة دون منازع. محمد مرسي طبعا من جماعة الإخوان المسلمين، وهو ناشط وليه أعمال كثيرة جدا في مجلس الشعب قبل كده سابقة، فإن شاء الله بإذن الله أرشح على الدكتور محمد مرسي ومع بعض التحفظات لسياسة الإخوان، ولكن إن شاء الله نأمل إن هي بعد كده إن شاء الله تكون أحسن، وإن هم يسمعوا كلام الشعب وما ينفردوش برأيهم، وبإذن الله يبقى الوضع أحسن من كده بكثير إن شاء الله. مرسي من بيئة مزارعة، ولد في العام 51 في دلتا النيل، صعد السلم الاجتماعي بتحصيله العلمي، مهندس حائز على شهادة الدكتوراه من جامعة ساوث كاليفورنيا، متأهل وأب لخمسة أولاد، 2 منهما يحملان الجنسية الأمريكية.